جديد أنهى قادة الاحتلال الأوروبي قمتهم في بروكسل دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن البريكزيت، مع تأكيد أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الحكومة البريطانية لتقديم حلول عملية للخروج من المأزق الإيرلندي. رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قالت إنها منفتحة على فكرة تمديد الفترة الانتقالية لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بضعة أشهر لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. يجمع قادة الاتحاد الأوروبي بأن القمة مرت في أجواء جيدة وأن الكل مستعد للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد. تصريحات مطمئنة تسعى إلى تفادي الحديث مجددا عن أزمة، فالمفاوضات الأوروبية البريطانية لم تفضي إلى أي تقدم، وما زال ملف الحدود الأيرلندية يعكر صفو العلاقات بين بروكسل ولندن في انتظار تقديم تيريزا ماي لمقترحات عملية قبل اتخاذ أي قرار من قبل المسؤولين الأوروبيين. أنا مستعد للدعوة إلى قمة خاصة بالبريكسيت بشرط إقرار كبير المفاوضين الأوروبيين بوجود تقدم ملموس في المفاوضات، والمؤكد حتى الآن أنه لا يوجد أي تقدم يذكر بهذا الشأن. ولعل التقدم الوحيد أو طوق النجاة لمفاوضات متعثرة هو اقتراح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكزيت ميشيل بارنييه بتمديد الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد لمدة سنة بهدف حلحلة المفاوضات بين الطرفين، حتى وإن لم يتم اعتماد المقترح من قبل القادة الأوروبيين رسميا. إذ أشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى أنها ستدرس تمديد ما يعرف بالفترة الانتقالية التي تعقب خروج بريطانيا من الاتحاد لأشهر فقط، وشددت على ضرورة النظر إلى العلاقات المستقبلية. الاقتراح الآخر الذي طرح والذي ما زال مجرد فكرة في هذه المرحلة هو تمديد فترة التنفيذ لأشهر، ولكن القصد هو أننا لا نتوقع استخدام هذا الخيار، لأننا نعمل على ضمان إرساء هذه العلاقة المستقبلية بحلول نهاية ديسمبر عام 2020. ولن يحل تمديد الفترة الانتقالية التي تبقى خلالها بريطانيا ضمن السوق الموحدة مسألة الحدود الإيرلندية، لكنه سيمنح مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق تجاري بين الطرفين. ومع تباطؤ المفاوضات ونفاذ الوقت، بات سيناريو الخروج بدون اتفاق يخيم على المفاوضات التي من المنتظر أن تستمر الأسبوع القادم. الطلاق ومشاكله العملية هو العنوان العريض للمعضلة التي يعيشها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ أشهر دون التأكد من إمكانية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف على المستوى القريب على الأقل. لبيب فهمي، التلفزيون العربي، بروكسل. من باريس ينضم إلينا هلال العبيدي الكاتب الصحفي. سيد العبيدي، يعني طبعا تابعت كيف تحدثت تيريزا ماي للصحفيين يعني بعد محادثاتها مع القادة الأوروبيين، هل وجدت فعلا أن أجوبتها كلها عبارة عن مناورات لم تعطي أي إجابة شافية على أي سؤال، وبالتالي هي في موقع فعلا هي لا تدري يعني أين تقف في هذه المحادثات، وربما لن يكون لديها أيضا الأجوبة الشافية للبرلمانيين هنا في بريطانيا؟ يعني بالتأكيد أن هذه المحادثات قد فشلت فشلا ذريعا، لأن السيدة تيريزا ماي لم تقدم حلولا عملية لموضوع انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إذا أخذنا بعض الأرقام على سبيل المثال، أن بريطانيا تخسر تقريبا كل أسبوع 650 مليون دولار بسبب هذا البريكس ومحاولة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. إذا أخذنا على سبيل المثال ليس الحصر ما صرح به مدير محافظ البنك المركزي البريطاني بنك إنجلترا بنك السيد مارك كيني الشهر الماضي، الذي قال أنه من المحتمل أن تصل انخفاض أسعار العقار في بريطانيا حتى 35%، إضافة إلى حقيقة أن أسعار العقار في بريطانيا انخفضت بنسبة 9% لهذا العام. هذه يعني إضافة إلى هناك القطاعات التي ستتأثر في هذا الانسحاب، قطاع النقل، قطاع العقار، القطاعات المصرفية. هناك بعض المصارف حولت حتى يعني أصولها إلى 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 فرانكفورت، مثلا بنك دويتشا بنك الذي حول 75% من أصوله إلى فرانكفورت.
هناك سيتي بانك الذي حول أيضا إلى أوروبا، هناك بانك أوف أمريكا، كل هذه المصارف قطاعات المالية الكبيرة قد تحولت فعلا، أخذت إجراءات احتياطية بالتحول. لا ننسى أن الشركات الصغرى والمتوسطة في بريطانيا ستتأثر تأثيرا كبيرا، خصوصا من ناحية الضرائب المفروضة عليها سواء في الاستيراد أو في التصدير. القضية أكبر من أن يمكن استيعابها، يعني القضية تحتاج إلى جزار ليفصل هذه الشركات ويفصلها على هواه. نضيف إلى ذلك أيضا مشكلة الحدود الأيرلندية بأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا التي ستكون جزءا من الاتحاد الأوروبي، وهنا هذه النقطة هي ما تحاول تيريزا مي الاستفادة منها في هذه المفاوضات. ولكن حتى في هذه النقطة سيد العبيدي لا يبدو أن تيريزا مي واضحة بكيفية يعني إدارتها لخطة المساندة، وهو ما يعني هذه التسمية في لما يتعلق بالحدود الإيرلندية، هل تكون حدود بالمعنى الصلب الواضح، الحدود يعني التي تتعلق بالحواجز أو غيرها، أم أن تكون حدود ربما أكثر مرونة طيعة لا تتعلق ربما بالمواطنين، لها علاقة حدود برية حدود بحرية، يعني كل هذا الكلام هي لا يبدو أنها تقدم اقتراحا، والأوروبيون في المقابل هم من يرمون الكرة في ملعبها لأنهم أيضا يستفيدون أكثر من يعني وضعها في الزاوية. ولكن حينما يقول الأوروبيون بأنهم يعني مستعدون للانفتاح على فكرة تمديد الفترة الانتقالية، لماذا؟ هل هي يعني تحصيل أكثر في المفاوضات أم لوضع المحادثات فيما يتعلق بالحدود الإيرلندية أكثر على الطاولة الآن كي لا يصلوا إلى لا اتفاق؟ يعني فقط للإشارة أن هناك 300 نقطة عبور بين حدود إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. هذه الحدود فتحت على بعضها منذ عام 1973. يمكننا أن نتصور أنه منذ عام 1973 لا توجد نقاط تفتيش، لا توجد نقاط جمارك، لا توجد كنترول على هذه الحدود، لا توجد سيطرات. هذه الحدود لا يمكن أن تكون أن نضيف إليها نقاط الجمارك ونقاط التفتيش، ستعرقل جميع العمليات بين البلدين، خصوصا أنهما تقريبا أرض منبسطة وواحدة. تيريزا ماي تحاول معها قادة الاتحاد الأوروبي يحاولون الحصول على مهلة لوضع يعني مخططات شاملة، لوضع يعني لوضع حلول أيضا شاملة خصوصا بما يتعلق في هذه الحدود. هذه الحدود تشكل مشكلة عويصة على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى على بريطانيا. بريطانيا تبحث عن التسهيلات من خلال هذه الحدود، ولكن الاتحاد الأوروبي يفضل عدم وجود هذه التسهيلات، لأن البضائع يعني بريطانيا عندما تخرج من الاتحاد الأوروبي هناك تعاريف جمركية، هناك أيضا مسائل الأخذ والعطاء من ناحية المواصلات ومن ناحية الجوازات السفر والعبور، كل هذه ستخضع للسيطرة. لذلك بريطانيا تحاول البحث عن مساحة من خلال هذه الحدود وفرض رؤيتها على قادة الاتحاد الأوروبي. هنا قادة الاتحاد الأوروبي لا أعلم إلى أي مدى سيكونون متساهلين ومتسامحين مع جمهورية إيرلندا في هذا الموضوع، وكل شيء هذا خاضع لمفاوضات ومفاوضات مطولة. لذلك أنا أتصور أنه جاءت هذه المهلة لإعطاء المجال للطرفين لوضع تصور واضح وشامل لمشكلة الحدود، وأيضا لمشكلة خسارة الشركات الأوروبية التي تحاول تقليص من هذه الخسائر. شكرا جزيلا لك سيد هلال العبيدي الكاتب الصحفي، كنت معنا من باريس.